أستاذة داليا من اسكندرية، تتفضل. ايوه، ازاي حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله. دلوقتي يا شيخ انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. دلوقتي انا وجوزي يعني اخذين بعض عن حب، نعم. بس هو بيحب ان انا اهتم بيه جدا وانا بهتم بيه فعلا، بس هو مثلا بيبقى طالع من الشغل فمضغوط، بيبقى عايزني اكلمه بس هو ساكت، دايما ساكت مش بيتكلم، زي ما حضرتك قلت كده مش بيقول كلام حلو خالص، دايما محبطني. وهيبقى اللي هو ايه، مشكلة، هيبقى شكلك مشكلة، كده ليه؟ عاملة كده ليه؟ وهيبقى احباط مشكلة بقى، كمان حتى يا لو بصيغة الهزار بس الكلام ده بيضايقني. طيب وهيبقى مشكلة يا أستاذة داليا كمان لو كان متجوز حد هو بيشعر إن هو نجم ومميز، فيبقى محتاج دايما إن هو إيه يتشحن ويتقال له كلام حلو كتير، صح؟ ايوه، ما هو والله العظيم يعني انا على طول بديله كلام كويس، بس هو دايما احباط بقى، حتى قدام اهله قدام الناس بيكسفني، مع ان هما دايما يقولوا لي لا انت مش كده، بس بيبرروا لي يعني المواقف. هقول لحضرتك، هو قد يكون في الحقيقة انت عايزة تعرفي تفسير ده ايه، ولا عايزة تتعاملي معاه ده ازاي؟ اتعامل معاه ازاي؟ وفي حاجه تانية معلش، دلوقتي اتفضلي. انا لما جيت خلفت بنت بابا هو اللي جاب اضحيه ذبحها، جاب معجه مش خروف، عايز اعرف ده برضو صح ولا غلط. حاضر يا ستي، اجاوب على حضرتك. اول حاجة انت دلوقتي انا بخلوا بالكم يا سادة ان بعض الازواج بيستخدموا حاجة كده اداة سيئة جدا، هو متصور ان زوجته اللي هو انتقاها وان هي شخص متألق وشخص مستقل وشخص لما بيقعد في مكان الناس بتعجب بيه بيبقى الحل ان هو يكسره عشان ما يتمرعش عليه. اقسم برب العزة دي اسوأ طريقة لإصابة الانسان بالفتنة، لان انت وبتعمل كده ايه اللي حاصل؟ بتكون عونا للشيطان عليها، ما تعملوش كده. هتقول ما جاء انا خايف تتمرع، ما تتمرع، في حديث مزارع فبجحني حتى تبجحت، يعني لما تتدلع وتتدلع عليك انت كده في الحقيقه انت بتعمل حاجه تحافظ عليها. ليه كده؟ لان اذا انت استمريت في الطريقه دي في التعامل، انا اسف يعني، انت بتعرض حد للخطر. فأنا نصيحتي أرجوكم لا تحرموا من يحتاج إلى كلمة حلوة من نفس قلبه. الكلمة الحلوة لبعض الناس هو نفس القلب، فنفسوا قلوب أحبابكم عشان يفضل بينبض بحبكم. أنت مش هتخسر حاجة لما تقول لها كلمة حلوة، أنت أكيد واثق إن ربنا مش هيدلك على حاجة إلا وفيها خيرك. وقولوا للناس حسنى، فربنا بيقول لك قول لها كلام حلو، فقول لها كلام حلو عشان ايه؟ عشان تحافظ عليها. تحافظ عليها من ايه؟ مش بس من افكار السوداء، تحافظ عليها حبيبة. فإذا أردت أن تكون أن تظل حبيبا فأشعر من معك بأن الكلام الحلو إنما يدخر له فقط، حسسه أن الكلام الحلو ليه هو وبس، ساعتها هيفضل متمسك بيك لان هو بيتغذى قلبه على كلامك. وده شيء مهم جدا لازم تكون انت عارفه، لان انت لو ما كنتش واخد بالك من ده هتبقى فيه مشكله.